انضم لي كمان بقى معالي الوزير عمرو بيه فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. في البدايه عمرو بيه ببارك لك وبهنيكم على مجهودكم الكبير اللي بيبذل. انا عارف ان العمل في صمت في كل الاتجاهات، نشاط رياضي، قطاع كره القدم، ملفات انشائيه واداريه، ملفات كثيره جدا، لكن النهارده يمكن احنا بصدد فرحه كبيره لكره السله بالذات وبالتحديد. حابب تقولي الاول للبنات، للولاد، للمرتبط، لان مجهود كان كبير وبطوله كانت صعبه جدا. عمرو بيه، خليني ابدا بشكركم جميعا قناه النادي الاهلي الحقيقه على وجودكم في كواليس النادي الاهلي اللي دايما بتنفردوا بيها، وان انتوا دايما على الهوا مع النادي الاهلي وبتنقلوا لكل محبي النادي الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي لحظه بلحظه من داخل النادي الاهلي. بشكركم جميعا كلكم الحقيقه على مستوى طيب جدا. بشكر الحقيقه لعيبه النادي الاهلي وبشكر الاجهزه الفنيه، ويمكن النهارده واحنا جايين النهارده عشان ناكد على الروح الطيبة والعائلة والأسرة الكريمة للنادي الأهلي اللي دايما مترابطة، اللي دايما متفاعلة، اللي دايما بتحترم الخصم، اللي دايما روح واحدة، اللي دايما بتشتغل على اسم الفانيلا الحمراء. يمكن ده الكلام النهاردة اللي اتقال الحقيقة في الكلمات اللي اتقالت النهاردة. كمان بنشكر كل أولياء الأمور اللي كمان واحنا النهاردة موجودين مع لاعبتنا وأجهزتنا الفنية. النهاردة أولياء الأمور موجودة وبتشجع أولادها. الحقيقة ده الدور الرئيسي في الملف دوت، والحقيقة هم مساعدين لينا بشكل قوي جدا. بشكر الحقيقة كل الأجهزة الفنية الخاصة بقطاع الناشئين، لأن الحقيقة يمكن المباريات اللي فاتت دي اللي احنا شفناها بتؤكد إن النادي الأهلي ماشي في الخطة السليمة في تطوير قطاع الناشئين في لعبة الباسكت والطايرة والتنس وكل الألعاب وتنس الطاولة وكل الكلام ده كله. الحمد لله كل الكوادر اللي طالعة طالعة كمان بروح الأهلي، وطالعة الحقيقة بالقوة في الأداء والقوة في الروح والقوة في التماسك والقوة في ان اللي موجودين بره حتى على الدكه لما بتحط باسكت كله متفاعل مع بعض روح واحده. وهو ده النادي الاهلي اللي ان شاء الله نشوفه دايما 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 عالي في كل الالعاب ودايما وفي كره القدم وفي كل اللي جاي يكون افضل. الحمد لله والف الف مبروك، وان شاء الله يكون اللي جاي افضل باذن الله. عارف ان المباراه اللي يمكن قبل الاخيره بقى كنت قاعد على اعصابك، كان باين جدا طبعا الحماس الشديد جدا، لكن رجالتنا يمكن بالفعل اثبتوا ان هم يرتدوا فانيله النادي الاهلي، يعلموا شخصيه وقيمه النادي الاهلي. اللحظات دي كانت متمثله كعمرو بيه. والله سعادتي كانت الاكتر بالروح والاداء والرجوله، وازاي ان انت لو شايف الفرقه اللي قصادك متقدمه عليك عندك حافز ان انت عندك ثقه في نفسك ان انت تكسب وان انت تقدر تعوض وان انت كمان تعوض بقوه وباداء راقي. الروح اللي كانت موجوده الحقيقه هي يمكن افضل واكبر مكسب دايما للنادي الاهلي. فاعتقد الاداء كان عالي جدا وكان جيد جدا الحقيقه. كمان لازم نبارك للكابتن احمد الجرحي مدرب الشاب القدير الحقيقه اللي ادى اداء راقي جدا. ازاي قدر يرتب لعيبته وازاي نص الكلام ده. اوعى تزعل خد بالك هم بيكلموني علشان انا كنت زعلان من الماتش الاخير، وان ازاي الجيم يبقى ايه بهذا الشكل. يعني كنت زعلان منهم جدا، لانه المفروض مش يعني مش ده مش معنى ان احنا كسبنا ان احنا نهدى يعني ونسترخي. وللاسف هو ده اللي حصل، ولكن المباريات الجديه كانوا دايما الحقيقه. يمكن لما تبص برضو على المباريات اللي قبليها كنا بنلعب مين؟ بنلعب سبورتنج، بنلعب الزمالك، بنلعب الانديه كلها الحقيقه كانت قويه جدا، وكلها والحمد لله كلها وفقنا فيها الحمد لله بشكل كبير. فالف الف مبروك للنادي الاهلي ودايما، واللي جاي افضل باذن واحد احد. مبروك يا معالي الوزير. الله يخليك يا فندم، ميرسي جدا، وبشكركم جميعا مره ثانيه، وبشكر جماهير النادي الاهلي اللي دايما بتتابع قناه النادي الاهلي، واللي دايما قناه النادي الاهلي ان شاء الله هتكون في المقدمه، وفي حاجات جديده الفتره الجايه ان شاء الله تشوفوها على قناه النادي الاهلي اللي بتؤكد ان دايما الرياده للنادي الأهلي.